استقناء لمعلومات ولدت الى عناصر الفرقه الجنائيه بالمصلحه الولايه الشرطه القضائيه بامن ولايه جلف تفيد بوجود اشخاص ينشطون ضمن شبكه اجراميه مختصه في تزوير الاوراق النقديه وذلك بصدد الترحم لمبلغ مالي مزور بالسوق المحليه باقليم اختصاص امن ولايه جلف. وبعد اتخاذ الاجراءات القانونيه ومباشره الابحاث والتحريات مكنت العمليه من توقيف 3 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 30 و40 سنه وضبط بحوزتهم على مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور يبلغ 662 ألف دينار جزائري.